نبدأ في آخر تطورات أزمة السفينة العالقة في قناة السويس إيفر جيفن، حيث أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الرياح العاتية لعبت دورا نسبيا في جنوح هذه السفينة، ولكن التحقيقات لا تستبعد فرضية الخطأ البشري أو الفني. وفي وقت لا تزال السفن تنتظر المرور عبر قناة السويس، أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن بلاده ستطلب مساعدة دولية إذا تطلب الأمر من أجل تخفيف أحمال السفينة، وهو السيناريو الذي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستعداد لأجله. وتفاصيل أكثر نتابعها مع عبد العزيز. فعلا هبة، بعد أيام مشاهدين على فشل محاولات إخراج السفينة البنمية العالقة، أعلن ربيع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد للسيناريو الثالث الذي يتمثل في تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة، الذي يعد صعبا جدا ويستغرق وقتا طويلا. هذا ما يعني إخراج بعض الحاويات من السفينة والتي يصل عددها إلى 18300 حاوية، ويبلغ وزنها نحو 224,000 طن، وذلك لتخفيف حمولتها في وقت تشكل قوة الرياح صعوبة في إعادة تعويم السفينة العالقة التي يبلغ طولها 400 متر. إلى ذلك انطلقت قاطرتا سحب اليوم الأحد إلى القناة المصرية للمساعدة في جهود تحرير سفينة الحاويات وسط دعم دولي لحل الأزمة التي تسببت بوقف حركة مرور البضائع عبر القناة، والتي تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار لليوم الواحد، وهو الأمر الذي تسبب بزيادة بطبيعة الحال في أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى الضعفين تقريباً بعد جنوح هذه السفينة. هذا وقد أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع أن جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جيفن مستمرة وعلى مدار الساعة، من خلال القيام بأعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة، تزامنا مع مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلائم مع ظروف المد والجزر. هذا في وقت أيضا أعلنت فيه شركة هولندية تعمل لتعويم السفينة أنه من الممكن تحريرها في غضون الأيام القليلة المقبلة، إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها، وأيضا مد مرتفع ربما يتم إزاحتها من مكانها. هذا وقد تمكنت الكراكات أو الحفارات من رفع نحو 20,000 طن من الرمال حول مقدمة السفينة خلال الأيام الماضية، في حين تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى منع استقبال سفينة إيفر جيفن في أي ميناء أوروبي بسبب الحوادث المتكررة لهذه السفينة، والتي سبق أن ألحقت أضرارا إثر حادث أوقف الملاحة الدولية بميناء هامبورغ.